الصيف صيف البنات، ومع هاد الحرارة ما يليق لينا غير كلاص اللي نوجدوه في البيت. كلاص رائع بمذاق لا يقاوم، جربيه وردي عليا الخبار. باش نحضروا هاد الكلاص غنحتاجوا في المكونات كاس كبير ديال الحليب فيه 250 مليلتر، غادي نحتاجوا لافاني، ديروا نتوما واحد جوج كيس ولا كيس ديال السكر فاني. غادي نحتاج علبه ديال بودره الشونتيي. بالنسبه للحليب والبودره الشونتيي بجوجهم كديراهم في المجمد يبردوا. غادي نحتاجوا علبه ديال الفلون كراميل، وهذا الكراميل ديالو حتى هو غنديرو باش يجيني هذا الفلون. العلبه الكبيره. غادي نحتاج واحد العلبه ديال الجبن، ممكن ديرو بيرلي، انا ما عنديش بيرلي، غادي ندير الجبن كريمي. تقريبا فيها واحد 100 غرام. غنحتاج 4 د العلب ديال الفلون كراميل. ديروا الديسير ولا ديروا الياغورت اللي عندكم. ندير 4 ديال العلب، صافي. وغادي نطلع هاد المكونات كامله. هنا كيف كتشوفوا بعد ما طلعت الكلاص ديالنا فكيولي هذا هو القوام ديالو، تيجي كريمي البنات، وحتى داك الاضافه ديال الجبن واعره البنات، واعره، تيجي محلوش بزاف كريمي وبحال اللي كنشريو من المحلات الكبرى ديال الكلاص اللي معروفين. فغادي ناخذ مول كيف كتشوفوا، اي مول بغيتو، وغادي نحاول نفرغ فيه الكلاص ديالنا. كنحاول هكا سباتيون نديرها كامله في الكلاص باش تحيد ليا دوك الفقاعات اللي كيكونوا لداخل. وغادي نحاول هكا نخبطو على هاد الشكل. غادي نغطيه دابا بالسلوفان اولا ورق البلاستيك الغذائي، وغادي ندخلو المجمد. انا غادي نخليه ليله كامله، فبالنسبه لكم فقط ممكن من 6 السوايع حتى ل 8 السوايع، لكن يبات ليله كامله يكون احسن، يعني نصوبوه عشيه ونخليوه يبات. وهذا هو الكلاص ديالنا البنات من بعد ما خليته بات ليله كامله، فخليته من الاحسن. هما نتوما راه ممكن تخليه غير 6 ديال الساعات راه كافيه، ولكن لبات كيكون افضل واحسن. فهنا من بعد ما خليته بات ليله كامله، فدابا غادي نقلبوا في طبق التقديم كيف كتشوفوا، كيزول لينا بكل سهوله.
هنا ممكن تزوقوه، ممكن تخليوه غير هكا الا كان عندكم لي مول فيهم دي موتيف راه بلاش، ولكن انا واخا فيه لي موتيف غادي نزوقو. هنا درت صوص كراميل جاهزه يعني غير شاريها، الا عندكم شي صوص كراميل مجدينه في البيت ديروها، وغادي ندير صوص الشوكولا، هادو اللي كيتباعوا جاهزين صافي غير على هذا الشكل. والتزيين كيبقى على حسب الذوق، ممكن كيف قلت لكم تخليه غير كيف ما كان فراه كيجي زوين بزاف. هنا غادي نقطعوا لكم باش تشوفوه كيف كيجي يعني من الداخل، فراه رائع بزاف البنات. هنا لانني هو نورمالمون خصكم من تخرجوه تخليوه على الاقل واحد 5 ديال الدقائق باش تقطعوه. انايا مباشره زينته وقطعته غير باش دغيا يسهل عليكم التقطاع ديالو، فكيجي رائع بزاف بزاف. جربوه وردوا عليا الخبار البنات. في هذا الصد هو اللي ليق، وهذه الموجه ديال الحراره اللي كنمروا بها الله يلطف بينا والله يعافينا يا رب. ما يليق غير شي كلاص اللي فاعل تارك، وهذا راه تيجي كريمي واحسن من الجاهز، والاهم انك موجده انت في البيت ديالك.